إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، من المعلوم لدى جميع المسلمين أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، فمن لم يؤمن بالقدر لم يهنأ بعيش. يقول الله جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ويقول الله: وكان أمر الله قدرا مقدورا. والله جل وعلا يعطي من يشاء فضلا ويمنع من يشاء عدلا، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال بعضهم: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن. على ذا مننت وهذا أخذلت وهذا أعنت وذا لم تعن. إذن الإيمان بالقدر يكون سببا لانشراح الصدور وإزالة الهموم والقلق. ومن لم يؤمن بالقدر خيره وشره فإنه قد يصاب بحالة نفسية، قد يصاب بالأمراض والأوجاع والأسقام. فهو، أعني الإيمان بالقدر، حصن حصين لدى المسلمين. أيها المسلمون، الفضل بيد الله. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فإذا كان الفضل والخزائن والملك والأرزاق بيده فإنها تطلب منه سبحانه وتعالى. يقول ربنا: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض.
للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا، واسألوا الله من فضله. سل الله، إذا نظرت إلى أخيك وقد من الله عليه بنعمة فلا تقل يا ليتها لي، تنتقل منه إلي، لا يجوز لك ذلك، لكن قل اللهم أعطني كما أعطيته وارزقني كما رزقته وهب لي كما وهبت له. لا يجوز للرجال والنساء أن يتمنوا ما فضل الله به الآخرين، أن تقول المرأة يا ليتها كانت رجلا، أو أن يقول الفقير يا ليتني كنت غنيا كفلان. أسأل الله من فضله. أيها المسلمون، إذا كان هذا هو الحال فهناك داء قتال، هناك مرض من أمراض القلوب يدمرها ويقضي عليها، بل لربما قضى على الحياة ودمرها، إنه داء الحسد، مما اشتهر على ألسنة الناس. الحسود لا يسود ولا يبلغ المقصود، ليس أهلا لذلك، فالحسود في ضعة، الحسود نار الحسد تأكل قلبه وتنهش من كبده، إنه عدو لنعم الله، لا يريد النعم إلا أن تكون له وأن تصل إليه. إذن هو معترض على رب الأرباب وعلى مقسم الأرزاق، لكن في الحقيقة إنما يضر بنفسه. وكما قال بعضهم: ألا قل لمن كان لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في ملكه، لأنك لم ترض لي ما وهب. فهو لم يرض بأرزاق الله وبما قسمه الله سبحانه وتعالى. أول معصية عصي الجبار سبحانه وتعالى بها هي الحسد. أول معصية وجدت في السماء هي الحسد، وأول ذنب عصي الله به في الأرض هو الحسد. ولهذا رب العالمين لما خلق آدم وصوره وأمر الملائكة أن يسجدوا له، وأمر إبليس اللعين أن يسجد لآدم عليه السلام، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فحسد أبانا عليه السلام، لكن ما الذي حل به ونزل به؟ إنه طرد ولعن وحلت عليه اللعنة إلى يوم القيامة، وصار معاديا لأبناء آدم. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إذن من تحلى بهذه الخصلة فقدوته إبليس وإمامه الشيطان الرجيم. فاحذر وفقك الله أن تكون حسودا حقودا ولوجا، فهذه هي خصال إبليس
لعنه الله تعالى. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ إنه الكبر، إنه الحسد الذي انتشر فيه وقضى عليه وصار من أهل الجحيم. وفي الأرض ما قصه ربنا سبحانه وتعالى علينا. قال الله واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه. فأصبح من النادمين. ما الذي أوقعه حتى قتل أخاه؟ إنه الحسد. ما ذنب المحسود؟ من الله عليه واختاره وأعطاه وأفضل عليه، لماذا تحسد؟ ما هو ذنبه؟ إنك تعترض على رب العالمين سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، الحسد من سجية وطبائع اليهود، عليهم لعائن الله، فهم أهله، هم الحسد، هم الحاقدون، ورثوا ذلك عن إبليس. يقول الله سبحانه وتعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، من عند أنفسهم. إذا تمنى اليهود والنصارى وأحبوا ذلك وودوا ذلك أن نكفر حسدونا على ديننا، على نبينا، على قرآننا. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. إذا أنتم محسودون من اليهود والنصارى والمجوس على دينكم ونبيكم وقرآنكم صلوات ربي وسلامه عليه. فاحذروا أن تسلكوا طريق الحاسدين من أهل الكتاب. وقال الله في هذه الآية من عند أنفسهم، ما هناك دليل ولا حجة ولا برهان، إنما هو الهوى، من عند أنفسهم. فاعفوا واصفحوا، فأنت يا أيها المحسود اعف واصفح وتوكل على الله، والله جل وعلا يكفيك شر الأشرار وحسد الفساد. ويقول ربنا سبحانه وتعالى في أهل الكتاب: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب
يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون بالجبت والطاغوت، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم. أيها المسلمون، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ انظروا، لما تركوا التوحيد عبدوا الجبت والطاغوت، لما لم يؤمنوا بالنبي حسدوه وحسدوا الناس، فهذه طريقهم وهذه أعمالهم. ويقول ربنا عن كفار قريش لما اختار نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، لما آتاه النبوة ومن عليه بالرسالة، قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض سخريا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. من اختار هؤلاء؟ اختاروا الوليد ابن المغيرة رجلا من مكة، أو رجلا من ثقيف من الطائف، هذا اختيارهم، وتركوا اختيار الله سبحانه وتعالى. أيختاروا للرسالة من يعبد الأوثان ومن يسجد للأحجار والأشجار، ويتركوا من يدعو إلى توحيد الله وهو محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه؟ فالذي يقسم بين الناس هو رب الناس سبحانه وتعالى. إخوة يوسف، أولاد الأنبياء، اجتباهم واصطفاهم الله سبحانه وتعالى، لما دخل الحسد بينهم فرقهم ومزقهم، وصاروا ها هنا وها هناك. يقول ربنا في كتابه الكريم: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. ما الذي حل بهم؟ إن يوسف ألقي في غيابة الجب وبيع، وفرق بينه وبين أمه وأبيه، وصار عبدا يباع ويشترى، وحل الفقر ونزلت الحاجة بإخوته. فلا تظن أنك سترتاح أيها الحاسد، أو أنك سيأتي إليك المال ويأتي إليك الغنى، العكس هو الصواب. أيها المسلمون، رب العالمين أنزل سورة عظيمة
على نبينا وكلنا يحفظها. قال ربنا بسم الله الرحمن الرحيم: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ، أستجير وأستغيث وأستعين بربي أي بالخالق، بخالق الفلق، بخالق الصبح، بخالق الحب وفالق الحب والنوى، من شر ما خلق من الجن والإنس والطير والهواء والحشرات ومن كل شيء، ومن شر غاسق إذا وقب أي الليل أو النجم إذا أقبل، ومن شر النفاثات في العقد أي السواحل، ومن شر حاسد إذا حسد. ختمها ربنا بالحاسد، الحاسد عينه تبلى بالعمى، نفسه شريرة وقلبه أسود، وقلبه أسود وطبعه خبيث، إنه يكون كالطير إذا كان في القفص. أيها المسلمون، روى الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له: اشتكيت؟ قال: نعم، أصيب بالمرض، أصيب بالداء، صلوات ربي وسلامه عليه. قال له: اشتكيت؟ قال: نعم. فرقى جبريل نبينا من عين الحساد قائلا: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. إذا نظر إليه الكفار من شدة الحسد والحنق عليه قال الله: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. ويقول الله: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون، أي من الحسد. روى الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: صلوات ربي وسلامه عليه، إذا فتحت عليكم فارس والروم فأي قوم أنتم؟ فقال عبد الرحمن وقد انبرى للجواب: نقول يا رسول الله كما أمرنا الله، كما أمرنا الله، أي نحمده ونشكره ونثني عليه. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أو غير ذلك؟ تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتقاطعون ثم تتدابرون، أو نحو ذلك، أو نحو ذلك. إذن الدنيا هي مجلبة الحسد، الدنيا هي رأس الداء. إذا من الله على أخيك، على صديقك، على جارك، على قريبك، فقل بارك الله لك وزادك الله شكرا. أيها المسلمون، أخبر النبي بأن الداء سيصيب هذه الأمة، داء الأمم سيدق وسيصيب هذه الأمة. جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سيصيب أمتي داء الأمم. قالوا: وما داء الأمم يا رسول الله؟ قال: العشر والبطر والتكاثر والتنافس في الدنيا
والتباعد والتحاسد والتحاسد حتى يكون البغي ثم يكون الفرج أي القتل. هذه هي الخطوات التي أخبرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله. أقول ما قلت وأستغفر الله. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها المسلمون، داء الأمم دب إلينا، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء من حديث الزبير بن العوام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دب إليكم داء الأمم الحسد والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، إنما تحلق الدين، والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على ما يثبت ذاكم لكم؟ أفشوا السلام بينكم. إذن الحسد يحلق عليك الدين، يقضي على دينك، فانتبه وفقك الله، انتبه من هذا الداء. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا، فإذا تحاسدوا أتاهم الشر وقامت العداوة والبغضاء على ساقها. وجاء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال، والحديث الصحيح، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد سئل عن أفضل الناس قال كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا يا رسول الله نعرف صدوق اللسان فما مخموم القلب؟ قال هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا غل ولا حسد ولا بغضاء، ولا حسد ولا بغضاء. وأنا أسألك أيها الحاسد، أرأيت لو كنت مكان المحسود أترضى أن تحسد؟ إنك لا ترضى أبدا. وإذا علمت وقع في نفسك على حاسدك فسل الله، الفضل بيده، هو المعطي سبحانه وتعالى، الأمر أمره. واعلموا أن الحسد ربما يأكل الإيمان. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يجتمعان في قلب عبد الحسد والإيمان. رواه النسائي وحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. ولهذا ربما بحسدك ازداد المحسود نعمة، ازداد المحسود
نعمة وطابا وانتشر عرفه وطيبه وأنت متكمدا. فسل الله واحذر من الحسد واستخدم واستعمل الأسباب التي بها تنال ما أباح الله لك. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يطهر قلوبنا من الحسد وأعيننا من الخيانة وجوارحنا من الذنوب والمعاصي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجمع قلوبنا على الحق والهدى. اللهم ومن أرادنا وأراد بلادنا وديننا بسوء اللهم أشغله في نفسه. اللهم عليك بالكفرة المعتدين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. والحمد لله.